مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من جليسه مع بسمه. في هذه الحلقه كنستضيفوا مدام امل بن حيده، شيف باتيسيير اي ممبر دو جوري دو ليميسيون احسن باتيسي. مرحبا بك مدام امل. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافه. الله يبارك فيك، حنا فرحانين اللي جيتي عندنا اليوم. انا فرحانه. الله لا يخطيك. الوغ مدام امل، نبغي انك تعرفي راسك اكثر للناس اللي غادي يشوفونا، وتعاودي لينا سورتو على كيفاش بديتي في هذا الدومين. سميتي امل كيف قلتي قبيله. انا تنبغي الكوزينه والطبخ ولا باتيسري من الصغر. تعلمت مع ماما الله يرحمها، من الصغر كانت تدخلنا واحد الكوزينه وتعلمنا وتعطينا كاع داك لو سافوار ديالها، وداك داك الحب اللي كان عندها ديال الطبخ. كانت طباخه ماهره الله يرحمها، كانت دير داك الشيء غزال، وتعلمنا منها بزاف ديال الحوايج. دابا حنا انا وخوتي كاملين كلشي كيعرف يطيب، زعما ما كتجيناش كوزينه ولا شي حاجه غريبه. وبديت مع الوقت طورت، بديت كندير حويجات في الدار بوحدي، تزوجت وترينيت مزيان في راجلي، تعلمت بزاف د الحوايج بوحدي. انا من النوع اللي ما قراش الطبخ، ما قراش لا باتيسري، ولكن تعلمت بوحدي اوتوديداكت. كنقرا كنقلب كنطور راسي، كنشوف لي زيميسيون، كنشوف لي توتو، كنتنهبش كي تيقولوا. وتعلمت ندير دو لا كرياسيون كولينير. دابا انا الوصفات ديالي كنختارها ديالي، كناخذ شحال من فكره من هنا من هنا من هنا من البلدان كامله، وكنطبقهم في الطبخ المغربي وفي لا باتيسري المغربيه، وكنطور لو كونتوني. دونك مدام امل، بيسكو بديتي من الصغر ديالك، دونك ديك الساعات ما كانش بزاف لي ريزو سوسيو ولا يوتيوب ولا الوصفات اللي ولا اكسي ليهم دابا يعني بطريقه سهله. ضروري غادي تكوني شي واحد تحديات وقدرتي انك تغلبي عليهم. عندنا شويه على هاد لا بيريود هادي، كانوا الكتوبه كنا كنطلعوا بزاف ديك الساعه، ما كانوش هاد لي ريزو سوسيو. كنا كنمشيو نقلبوا في الكتوبه، في على ليبوك كانوا بزاف ديال المجلات كيجيو من برا، دونك كنمشيو نقلبوا فيهم. الكتوبه ديال الكوزين باقي عندي كتوبه عندهم 30 عام دابا، باقي كنمشي ليهم ونقلب على الوصفات ونطورهم. دونك كانت عندنا غير الكتوبه والقرايه، ما كانش عندنا الانترنت باش نمشيو نقلبوا. الانترنت راه جا غير مؤخرا، ودوك الكتوبه ساعدوني بزاف، باقي عندي الان وباقي كنمشي ليهم وباقي كنقلب فيهم وكناخذ الافكار منهم. دونك الواحد خصو يتعلم يطور راسو براسو. بيان سور. الوغ مدام امال، كيفاش يعني كانت بيسكو خديتي هادشي كخدمه رئيسيه ديالك، كيفاش كانت ردة الفعل ديال العائله ديالك؟ كما قلتي لا فامي ديالك كانوا كيشجعوكم انكم طيبوا وكيعلموكم، مي زعما باش انك تفرغي 100% لهذا لو دومين هذا، كيفاش كانت لا رياكسيون ديال الناس ولا لونطوراج ديالك؟ في الحقيقه ما جاتهمش غريبه، حيت ديما كيعرفوا امل في الكوزينه. ديما من صغري وانا بالطابليه وانا الكريسي وطالعه فوق الكريسي باش كنتعلم. ما جاتهمش غريبه، بالعكس جاتهم عاديه، حيت عرفوني كنحب الطبخ وكنحب لا باتيسري وكنبغي نبدع فيه ونعطي فيه كاع داكشي المجهود اللي عندي. شجعوني، بالعكس شجعوني، واول مشجع ديالي هو الزوج ديالي اللي كنشكرو من هذا المنبر، حيت كان ديما تيقول لي لا افونس، تنقول لي لا هادي، تقول لي زعما ما خصكيش ديري الحواجز في حياتك، زعما الا شتي الحاجه غادي عجباتك وغادي تعطي فيها سيري. وهكا مشات المسيره ديالي. دونك ما خدمتيش في انوتر دومين اون باراليل ولا شي؟ خدمت بزاف ديال لي دومين. بزاف ديال لي دومين، اولهم هو كنت خدامه مع راجلي، ستادير تزوجت، كنت نقرا وتزوجت وخدمت معاه علينا اكثر من 20 عام في المصحه الطبيه لابولي كلينيك. صافي بداو كيكبروا الدراري، درت ديبار ديالي فولونتير، مشيت هنا فين بديت المسيره ديال الكوزينه. فوالا بديت المسيره ديالي ديال الطبخ وديال لاباتيسري، كنتعلم في الدار، كنطورت راسي براسي، واللي جا عندي كياكل كيعجبو. بديت كندير هكا، تيجيو صحاباتي كيدوقوا تيقولي واش تقدري تصاوبي لنا القد والقد، بديت كندير لي كوموند. ومشيت في هذه المسيره شحال من عام وانا كندير لي كوموند وانا كنصاوب للناس وانا كندير لي بوفي وكندير بزاف ديال المسائل، وكانت تعجب الناس بزاف. وعاوتاني جات واحد الوقيته عاوتاني حبست، مشيت خدمت في دوطخ دومين، ومي كل مره كنرجع للكوزينه، كنمشي كنخدم كندير شحال من حاجه وكنعاود نرجع للكوزينه. دونك قلت بما انك كتبغي هذا المجال
كملي فيه. فيه راسك اكثر، كنلقى فيه راسي بزاف. دونك الا جينا نهضروا على شيف كويزيني ولا وشيف باتيسيي، واش ان شيف كويزيني يقدر يكون او ميم طون ان شيف باتيسيي والعكس حتى هو، او لا زعما خاص ضروري يكون تخصص في ديك الحاجه كما هي؟ اش غنقول لك يا بسمة، شتي كل واحد والاستطاعه ديالو والقدرات ديالو. دابا انا نعطيك واحد المثال بسيط، عندي ولدي شيف كويزيني كيخدم في لا غاسترونومي كولينير، زعما الا حط لك التبصيل تبارك الله تحفه، مي ما عندوش مع لا باتيسري في صبح ويجات، مي تيقول لك لا ما كنرتاحش فيها. بحال دابا انا بسمة عندي بجوج، ما عنديش مشكل لا في الطبخ ولا في لا باتيسري. عندي دابا كنقري السيدات، ماشي كنقريهم، كنعلمهم الطبخ ولا باتيسري جوج مرات في السيمانه. ومنقدر نشكر واحد السيده من هذا المنبر بيان سور. الوغ كنشكر بزاف صغايا وركشوبس، هي اللي شجعتني، هي واسماء قدميري لو بتي كوين، وسهام اكيك اللي عندها محيس ايفنتس كدير لي زيفينمون. هاد ثلاثه ديال السيدات اش غنقول لك، خرجوني من واحد، كنت في الدار كندير الطبخ كنصاوب كندير شحال من حاجه، ولكن هما قالوا لي لا خصك ترجعي تباني، انت كنشوفوك في احسن باتيسي، ولكن دابا خص الناس العيالات يشوفوك. وتشجعت ومشيت معاهم، ودابا كنعطي كور دو فوا باغ سيمين في لي لوكو ديال سوغايا وركشوب. تبارك الله عليها، عندها واحد لا كليونتيل زوينه بزاف، حيت هي كدير الطرز، كدير دو لا بغودغي ثيرابوتيك، كيجيو عندها العيالات كيتعلموا الطرز وكيرتاحوا، زعما تبارك الله عليها كتبدع في الميدان ديالها. لقيت راحتي، وعندي الناس العيالات بزاف وسيدات اللي زعما تبارك الله عليهم كيعرفوا يطيبوا كيعرفوا يديروا بزاف الحوايج، ولكن انا كنزيدهم حوايج اخرين اللي عندي ديالي خاصه. داكو، وشنو هي لا ترونش داج اللي كتلقايها يعني كتانتيغيسا لو بلوس لهذا لو دومين هذا؟ واش السن عامل اساسي يعني؟ لا با دو تو، ما كانش السن. عندي تبارك الله عندي بنيتات مقبلات على الزواج، جاو كيتعلموا، بنيتات صغار، السن ديالك. وعندي سيدات اللي 50 عام 60 عام 70 عام، السن ماشي حاجز. لا الا عندك باقي القدرات وباغي تلهي راسك وتدير شي حاجه اللي تفيدك وتنسيك في حوايج اخرين، السن ما كيحسش. كاينين لي فام كاع تيكونوا روتريتي ويلا كيبغيو انهم يتعلموا ولا يلا لقاو الوقت بلوتو انهم كبروا وليداتهم وسالاو خدمتهم. اكزاكتومون. والحمد لله زعما لي سيونس اللي كندير معاهم كيدوزو زوينين زوينين بزاف بزاف، وكيشكروني حيت يتعلموا حويجات ما كاينين لا في الكتبه لا في انترنت. كنعلمهم داكشي ديالي الخاص اللي انتيا بداتي فيه وخرجتيه بواحد الحله جديده. داكوغ، شنو الحاجه اللي ما حتنا كنهضروا على الابداع ولا لي غوسيت اللي دايراهم انتيا، شنو الحاجه اللي كتميزي بها اكثر ولا انتي كتبغي تصاوبيها بزاف؟ انا كنرتاح بزاف 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 بلا كويزين ريفيزيتي الطبخ المغربي، وكنعطيه حله جديده. كيبقى باللي زانغريديون ديالو بداك النسمات ديالنا ديال المغرب، ولكن في الحله ديالو تيكون شكل اخر. ملي كنحطو كلشي كيبقى يستغرب تيقول لي شنو هذا، تنقول لي باغزومبل هذا الدجاج بشي حاجه ولا اللحم بشي حاجه ولا، ولكن الطبخ المغربي ريفيزيتي. ومن الناحيه الماديه واش كتشوفي باللي الناس ابخي ما ياخذوا دي كور ويعني كيكونوا دي فورماسيون يتعلموا ويقدروا انهم يكون عندهم واحد يعني مستوى مزيان في كوسوسوا في لا باتيسري ولا في لا كويزين، واش اي واحد يقدر انه يدير ان بروجي ديالو يعني بروبر ا لوي اللي زعما يحل ويبدا هو منو لا كليونتيل ديالو؟ زعما واش سا دوموند ان بودجي لي كبير دوك لي ماشين وداكشي، ولا اي واحد يقدر يبدا يعني بان بودجي اللي هو صغير؟ كل واحد والاستطاعه ديالو، ولكن كل زعما كلشي يقدر يبدا ان بيتي بروجي من دارو. دابا راه كتعرفي تبارك الله بلي ريزو سوسيو كلشي سهل، تليفون والواحد تياخذ وصفه كيمشي ياخذ ليها المواد اللي خصها وكيتقابل مع التليفون ديالو وكيدير الوصفه ديالو، والناس كيبداو يعرفوا والناس كيبداو يعيطوا ليه والناس كيبداو يديروا لي كوموند. زعما سي في الاستطاعه ديال كلشي. دابا مابقاش بالضروره يكون عندك المال ولا راس المال باش دير مشروع ديالك، تقدر تبدا في دارك وربي راه كيسهل. مي كاينين اللي كيبغيو يديروا مشروع ديالهم اون بوني دو فورم افيك لو لوكال وداكشي، هذيك حاجه اخرى كيطلب
تطلب حتى من الجي. وي ونرجع معك لميسيون ديال احسن باتيسي تالقتي فيها تبارك الله عليك وتبعها بزاف ديال الناس دايوغ انا شفت باللي زعما الناس كيتبعوا حتى في لي ريزو سوسيو ابري ليميسيون هذا هنايا كان parmi les exercices ولا ce qui était essentiel c'est que تعطيهم مجال فين انهم يبتكروا ولكن مع الحفاظ على الوصفه التقليديه كيفاش نقدروا نجحوا في هذه المساله مدام امل تبارك الله عليهم لي كانديدا كلهم كانوا تيكونوا في المستوى عندهم ابداع عندهم عندهم الحرفه انا تنقول لهم عندكم الحرفه في يديكم والوصفات اللي كنعطيهم انا متكلفه بالكوتي تكنيك لا ريسيت تكنيك تتكون شويه صعيبه وهذا العام اللي فات عطيتهم وصفات خاصه بيا بنكهات مغربيه وتبارك الله عليهم بدعوا فيها زعما داك الشيء شرفني بزاف 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 الوصفات في حد ذاتها ماشي ملي كنعطيها لهم تيخصهم غير يقراوها ويتمعنوا فيها حيت شنو كنديروا حنا كنعطيهم الوصفه ولكن ما كتكونش بعد مرات كامله تيخصهم يقراوها مزيان واللي كيكون ذكي تيقراها مره وجوج وثلاثه واربعه باش كيف تيقولوا اون فرونسي تيقرا اونتر لي لين داك الشيء اللي ما مكتوب راه مكتوب ولكن ما مكتوبش تبارك الله عليهم تينجحوا في الوصفات ومن هذا المنبر كنتمنى لهم التوفيق كاملين ان شاء الله الوغ عطينا شي انكدوت طرات في ليميسيون وبقيتي عاقله على شي حاجه كيف فوزا ماركي هكذا بقات عندك عطي واحد الانكدوت وقعت ليا في برنامج احسن باتيسي هو برنامج غزال زعما كندوزو فيه اوقات زوينه بزاف 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 وكنتعرفوا على ناس بزاف وكلهم من بعد المده ديال التورناج كيولي وليداتي حيت انا تنكون لا بليبار دو طون لا دويان تما دونك واحد الانكدوت وقعت ليا مع زبير هلال كان عندنا واحد الوصفه خصنا نعطيو واحد العصير يذوقوا ويقول لينا اشنو هما الفواكه اللي في ذاك العصير انا والشيف اسامه جينا وحطينا عليه العصير ديك اللي غادي نهضروا نفسروا ليه لقيناه شربوا لقيناه شربوا بقينا كنشوفوا فيه هو كيشوف فينا وحنا كنشوفوا وكنضحكوا دونك ما صافي قلنا لي شربتي العصير باقي السؤال ما عطيناهش لك باش تقول لنا شنو هما الفواكه اللي بداك دونك بقات ذكرى زوينه هادو الطرائف اللي كيطراو سورتو باش كيكون ليميسيون ديال لي سيليبريتي بحال اللي دازت في رمضان كيكونوا بزاف ديال الطرائف وكلهم تبارك الله عليهم وليدات الناس زعما تيدوز واحد البرنامج تيدوز زوين بزاف بزاف حيت كنلقاو الناس حنا كنشوفوهم في التلفزيون كنسمعوهم في لي راديو ما تنعرفوهمش على قرب ومني كنعاشروهم كتعرفوا لا بيرسوناليتي ديالهم اون رياليتي كيفاش كل واحد بسميتو كل واحد بالمسيره ديالو كل واحد بالابتكارات ديالو زعما ما شاء الله عليهم واخا ما كيكونش صعيب عليكم انكم يعني كلجنه التحكيم تختاروا سورتو فاش كيكونوا لي سيليبريتي شتي والله العظيم الا تكون صعيب راه كنبقاو شحال وحنا كنتناقشوا وحنا كنقولوا لا وهادي وهادي ولكن زعما تياخذوا اللقب ديالهم على جداره واستحقاق كيخدموا كيدمروا كيديروا داكشي مجهود كبير بزاف بزاف باش يعطيونا زعما داكشي اللي طلبنا منهم والله لو كنتفاجئوا باسكو كنلقاوهم صلاين بيه لهم كيعرفوا يديروا بلا باتيسري داكو وبيسكو جبدنا لا باتيسري كنشوفوا دابا بلي كاينين دي تكنولوجي جداد يعني لي ماشين ولاو كثار وبزاف ديال الابتكارات كيفاش كتشوفي هاد يعني هاد التحديث اللي ولا في المجال ديال لا باتيسري لا باتيسري اللي شاف ولا الشباب اللي ولا كيتعطى لها بزاف لا تكنولوجي سهلت عليهم بزاف الحوايج كاينين لي ماشين كاينين لي مول راه كاين تبارك الله دي مول زعما كتبقى تقولي واش هذا مول ولا شيكون دي مول ان 3 دي زعما داكشي ولا بزاف 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 لي ديزاين حتى لي ديزاين حتى هما المواد باش يخدموا كثروا دونك تيسهل عليهم شحال من حاجه كتولي لا باتيسري سهل هي صعيبه في حد ذاتها ولكن كتسهل لهم هاد المواد لا براتيك و نتوما كتستعملوهم حاليا حتى نتوما كتواكبوا هاد التقنيات ولا فو بريفيري تبقاو على لونسيان انا غنقول لك واحد السر ديالي انا بقيت على لونسيان عندي كلكو بيتي زاباري عندي لي مول عندي كلشي ولكن كنفضل نخدم بيدي انا كنبغي نقيس الحاجه بون خاصنا نطربوا داكشي راه هذيك اكيد خصنا الباتور خصنا شحال من حاجه لو روبو هذا
مي انا باقي الان الا بغيت نعجن الخبز كنعجنو بيدي، بغيت نعجن اون بات سكري ولا اون بات سالي كنعجنها بايديا. وهذا الشيء اللي كندير مع لي دام اللي كيجيو يتعلموا الطبخ معايا ولا باتيسري كنخدموا بيدينا، تنقول لهم راه سي ان اكزيرسيس، سورتو ملي كنوصلوا لواحد السن تتولي لاختروس تتولي لاختريت، تيخصنا نخدموا بيدينا باش نخليو ديك لا سوبليس ديال العظام ديالنا. دونك انا باقي في ليكول انسيان، باقي كنبغي نخدم بيديا، باقي كنبغي ندير بزاف د الحوايج على الشكل القديم، حيت تعلمت كل شيء فاش كنت صغيره وكنت نصاوب الحلويات مع الوالده، وكنا على ليبوك ما كانش عندنا الفران في الدار، كيمشي كلشي للفران ديال الزنقه، كنت كنخدم بيديا لا مورينغ كنطلعها بيديا، لي كوب كيك فان دابا كنقولوا لي كوب كيك لي مادلين اللي كنا كنديروا ديك الوقيته، كلشي ما كانش داك الباتور ولا الفوي ولا ما هادشي كله ما كانش، كنا كنخدموا بيدينا، دونك بقات عندي ديك لا كولتور. وحتى ملي كنهضروا على هادشي دابا انا جو مي دوموند واش كيكونوا شي معايير الا بغينا نتعلموا هادشي، بحال دابا مثلا انايا غادي نجي غادي نبغي يعني ناخذ ديكور، واش ديجا كيخص يكون عندي واحد شويه ديال يعني نكون كاميتريزي شويه هادشي وغير غنطوره، ولا زعما تو سابرون نقدر نجي من نبدا زعما من الزيرو؟ هي في الحقيقه تيخصك تكون عند الواحد واحد لا بوتيت فيبر، واحد لا بوتيت باسيون باش تساعدو يتعلم بسهوله. ماشي واحد ما عندوش مع الكوزينه ولا ما عندوش مع لا باتيسري غيجي يتعلم باسكو بغى يتعلم وبغى يدير مشروع، لا، الا ما كنتيش عندك ديك لا فيبر وداك الحب ديال الطبخ ولا ديال لا باتيسري، تنظن انا من الراي ديالي الخاص تنظن بانه ما غينجحش فيها، دونك تيخص ولا بدا ولا بدا من ديك النغيزه ديال الحب ديال الحاجه الا بغيتي تكون ديك الساعات يقدر يطورها كيما بغى ويكون عنده حتى درايه اكثر من ديك الحاجه اللي هو كان ما كيديرهاش مزيان يولي يديرها احسن مزيان. وكنشجع كاع هاد الشباب اللي طالعين اللي طالعين وعندهم الحب والشغف ديال لاباتيسري وديال الكوزينه وديال بغاو يتعلموا بغاو يديروا مشروع كمشروع لحياتهم الشخصيه، يطلعوا بزاف يبحثوا بزاف يقراوا بزاف، حيت لا كويزين راه بحر ولا باتيسري بحر كبير، وديما كنتعلموا، لان اليومين هذا بقي كنتعلم كنطالع كنقرا كنشوف شي كلمه ما فهمتهاش كنمشي نقلب عليها خصني نفهمها ونفهم لو سونس ديالها باش نعرف كيفاش نوصلها، دونك الا بغاو ينجحوا خصهم يطالعوا ويقراوا بزاف. وحنا دابا كنشوفوا لي طوندونس كيتبدلوا بزاف، كل ساعه كتجي شي طوندونس جديده، بحال دابا مثلا ولينا كنشوفوا في لي ريزو سوسيو ديما هذوك لي ترومبلي بجميع الاشكال والانواع، يعني داك الشيء كتشوفيه كتفاجئي كتقولي كيفاش هذه تقدر تكون حلوه من الداخل كتبان حقيقيه. بصح دونك هذوك لي طوندونس دابا كيتغيروا، الواحد خاصو ديما يكون متبع الجديد ويقلب ديما يكون اجور. فوالا ديما يكون اجور، وهاد لي ترومبلي هما في الحقيقه زوينين، حيت منها كديري لا باتيسري ومنها كتبدعي في شي حاجه اللي ارتستيك. هادشي جات اون طوندونس جو بونس مع سيدريك غولي اكزاكتومون من لا فرانس، وبقى داكشي كيتطور. والشباب ديالنا تبارك الله عليهم كيبدعوا في هادشي في احسن باتيسي، عطيناهم تحديات على لي ترومبلو ونجحوا فيهم تقريبا كاملين، دونك تبارك الله عليهم، عندنا مواهب زوينه بزاف في المغرب. داكو مدام امل ما كتفكريش ديري كتب بما انك كتعطي لي كور باش الناس يقدروا انهم يكون عندهم اكسي بلو فاسيل للوصفات ديالك، ولا اللي ما تحش لهم فرصه انهم يقدروا يديبلاصا ومن مدن اخرين؟ ان شاء الله هذه فكره بصح كتروج في بالي، باغي نديرها غير باقي ما عرفتش كيفاش نبدا ستركتورال لي ليدي لي غوسيت موجودين كلشي دايره سوغ بابي، انا باقي بالورقه والستيلو داكشي ديال الزمان. ان شاء الله ان شاء الله هذا زعما مشروع ما مازال ما طبقش ولكن اللي ده كاينه ان شاء الله. ان شاء الله دونك مدام امل ما سخيتش بك صراحه، الحوار معك شيق بارك الله فيك، تعلمنا بزاف ديال الحاجات وعرفنا بزاف ديال الحاجات، غادي نبغي غير نخليك تقولي نصيحه للناس اللي غادي يبغيو يبداو في هذا لو دومين هذا، كو سوسوا توجور في لا باتيسري او لا في لا كويزين، وتعطيهم داك سورتو داك لو كود بوس باش انهم يهرزموا ويبداو. قبل ما نهضر مع الشباب ولا الناس اللي باغيه تدخل لهذا لو دومين، كنشكرك بزاف باسمه وكنشكر جورنال لوبينيون دي جين، شكرا على الاستضافه، وكنشجع بزاف اللي عنده شي موهبه واللي عنده شي حاجه باغي يوصل ليها ما يعكسش ما يقولش لا ما غنقدرش،
ما كايناش شي حاجه تقول لا ما نقدرش. الواحد خصو غير يتوكل على الله ويقول بسم الله وكل شيء سهل. الحمد لله كل شيء موفر عندنا في بلادنا. واللي تلفت عليه شي حاجه انا هنايا على ران الاشاره يسول، ما عندي حتى مشكل. كنهضر مع لي فان ديالي في انستغرام، كنصحهم، كنصيفط لهم وصفات ملي كيبغيو شي وصفه ولا هادي كنعطيها لهم انا. كيفاش غنقول كنبارطاجي معاهم لو سافوار ديالي وما كنبخلش على الوصفات ديالي. وهادي حاجه مهمه. كلشي عنده اللذه في يديه، ما كاينش شي واحد شي مغربي ما عندوش اللذه في يديه. وكي كنقول ما كنبخلش على الوصفات ديالي، اللي قال لي بغيت هذه الوصفه ولا بغيتها كنصيفطها، ما عنديش مشكل. وكنتمنى لهم التوفيق وكنقول لهم ما تحبسوش، ما توقفوش عند الاحلام ديالكم. اللي بغى يدير شي حاجه خصو يشد فيها ويبقى غادي باش يوصل لها. شكرا بزاف مدام امال، ومرحبا بكم مره اخرى في اي وقت. مشاهدينا هكذا كتكون حلقتنا سالات، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه مع ضيف اخر. خليكم على لو دي جي.